بزاف د التجارب السياسية اللي تبسمات من طرف اليساريين المغاربة واللي مستحيل يتخطوها كتاب التاريخ ولا اللي تيقراوه بحكم التضحيات والاعتقالات والاغتيالات والنفي اللي كانوا تلقاوها اليساريين. التجارب اللي فريمون كتشم فيهم ريحة السجون وسواد الزنزانات وآلام البطول الخاوية، ومن جهة أخرى تتشوف الأمل اللي خلاهم يضحيو باش يكسبوا المستقبل. واحد اللوحة أفضل على قضية الإنسان المغربي وباختلاف هوامش النشاطات الخاصة بهم، سواء بتخطي الخطوط الحمراء ولا بالعمل الثوري السري. بزاف من هاد المناضلين اللي سجلوا سمياتهم في الذاكرة نتيجة الإيمان ديالهم بالمواقف اللي كانوا خلاو في زمن الجمر والرصاص اللي كانت يأمن بلغة البقاء للأقوى. بزاف من هاد السميات غتشوفوها معنا مستقبلا في قناة الكاشف. الاسم ذات الحلقة هو الشاهدة سعيدة من البي. نتمنى أنكم تستافدوا وتستمتعوا معنا، وما تبخلوش علينا بالاشتراك باش ديما توصلوا بالجديد، وشي جيم وبارتاج باش تزيدوا تشجعونا ونزيدو نعطيو. إذا كانت عندكم شي ملاحظة خليوها لينا في الكومنتات. ملي تنقلبو في الذاكرة المغربية غنلقاو سمية سعيدة المنبهي اللي كانت تجربة شابة بغات الحياة للجميع، واحد الزمن اللي تعرف بالقرطاس والتأديب والاعتقال والتضحية. عطات حياتها كعربون لشعبها ومواقفها وأفكارها داخل أبواب المعتقلات المظلمة، ولكن كانت خلات واحد الوصية تحت عنوان تذكروني بفرح. هاد الوصية خلات الأثر ديالها في أوساط الكثير من الشباب خصوصا في الساحات الجامعية، ولكن ما خصناش ديما نتفكروها بفرح من غير ما نسترجعوا حياتها والألام اللي عصر القلوب اللي كانوا معاها. سعيدة وطن الحر كيف ما غناها سعيد المغربي، واحد الذكرى أربعينية اللي كانت حزينة. سعيدة المرأة اللي حدت الضوء كيف ما خلاها الشاعر عبد الله زريقة، وسعيدة اللي كتبت الشعر بالدفارة على حائط زنزانة كيف ما خلاها عبد اللطيف اللعبي. هي نفسها سعيدة الشابة الثورية اللي ارتبطت بالمظلومين ودفعت على الفلاح اللي ما عندوش الأرض اللي يزرع، وعلى العامل اللي تيخلي فائض القيمة للشخص اللي مخدمه، وعلى المرأة اللي كتعيش الاضطهاد المزدوج، وعلى حق الإنسان في المكان باش يعيش حياة عادلة. كتبات سعيدة في داخل الزنزانة اللي كانت فيها المقولة الشهيرة ديالها: أنا هنا لكي لا يكون هناك سجن الغدا. كتبتها من غير ما تفكر في مصيرها كشابة مازال صغيرة ومازال قدامها الحياة. كانت كتفكر لشاب بزاف منهم ما عارفينهاش، ولكن اختارت ليهم الحق في التعليم بدون قيود، والحق في الشغل والتطبيب والعدالة وغيرها من المطالب اللي كانت كتربطهم سعيدة باستنشاق الأكسجين عند الكائنات الحية. زادت سعيدة المنبهي في واحد الحي شعبي في مراكش سميتو ريال الزيتون. هي الأخ سيد عزيز المنبهي اللي غيشد منصب رئيس الاتحاد الوطني لطلبة المغرب من بعد مؤتمر 15 اللي كان في 1972، وغيطلق على القضية الفلسطينية شعار ديال القضية الفلسطينية قضية وطنية، وغيخلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب سكة معاكسة للنظام القائم في ذلك الوقت، وغيتختار في 1973. كان سعيدة منبهي تتقرا في ليسي العباس السبتي، وشدات شهادة الباك في 1971، ومن ثم مشات للرباط تكمل قرايتها الجامعية، ودارت شعبة الدراسات الإنجليزية في كلية الآداب محمد الخامس. ومن اللي سالات قرايتها التحقت بالمركز الجهوي للتربية والتكوين في الرباط، وتخرجات أستاذة السيف الأول، وغتولي تتقري اللغة الفرنسية في إعدادية الخوارزمي بالرباط. ملي كانت تتقرا في الأفراد كانت سعيدة منبهي نشيطة في صفوف الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وكانت معروفة بنضالها ومواقفها، وكانت كتآمن باللي النضال ما عندوش نهاية. وملي تخرجات غادت تنخرط في نقابة الاتحاد المغربي للشغل، وغاد تدخل في العمل السري لمنظمة إلى الأمام اللي كانت ناشطة تحت اللواء الحركة الماركسية اللينينية المغربية. هذيك الوقيتة غادت تشهد اعتقالات واستشهادات في صفوف الحركة الماركسية اللينينية المغربية،
وغتكون سعيدة من بي من بي المختطفات نهار 16/1/1976 وغيدخلوها المعتقل دار مولاي الشريف في كازا اللي كان معروف ديك الوقيته بشدة العقاب والتعذيب الجسدي. غدا دوز فيه سعيدة 3 شهور بدون محاكمة موراها غينقلوها السجل المدني في الدار البيضاء وغيفرضو عليها العزلة التامة مع الرفيقتين اللي كانوا معاها فاطمة عكاشة وربيعة الفتوح. وغتبدا أشواط المحاكمة مع المئات بالرفاق ديالها مع معاناة جديدة ولكن بقات مرتبطة بقضيتها وقضية الشعب المغربي. وهنا غدا تبدا تراقب المعاناة السجينات اللي كانوا تما وتسلط عليهم الضوء على قضايا المرأة وربطاتها بالنظام السياسي. هاد المدة اللي دوزات في أشواط المحاكمة دخلت سعيدة في إضراب عن الطعام مع الرفاق ديالها باش يفرضوا تاريخ المحاكمة. وغتحكم المحكمة على سعيدة المنبهي مع مجموعة أبرام الصرفاتي ب5 سنين نافذة بتهمة الدولو في أنشطة معادية للدولة وغيزيدوا ليها 2 عامين بتهمة إهانة القضاء. وراها غدا تدخل في إضراب عن الطعام للمرة الثانية ولكن هاد المرة غيكون إضراب تام غير محدود ابتداء من 8/1/1977 باش طالب بالاعتراف بصفة المعتقلين السياسيين وتحسين ظروف الاعتقال وفك العزلة على الرفاق والرفيقات اللي كانوا معها. دوزات سعيدة 34 يوم من الإضراب عن الطعام ولكن ما قدراش تقاوم بزاف وهزوها سبيطار بن رشد بكازا وغتموت بسبب الإيماء الطبي نهار 11/1/1977 داخل هذا المستشفى وعمر ديال 25 سنة. كانت سعيدة بزاف بالقصائد الشعرية والمقالات اللي كانت كتباتهم بالفرع على جبران السجون والمعتقلات اللي كانت فيهم ومن بينهم قصيدة سأموت ومناضلة وقصيدة تذكروني بفرح وغيرها من القصائد والأشعار.